عينها يبدا السباق وينتهي تفردت في قرنها يبها بها الكون البهي بالعاصفه واهجنها يبدا السباق وينتهي. ايها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام اينما كنتم يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية حيث التواصل يستمر في هذه المسيرة وضمن شارة راشد بن سعيد بالغابرية الذي أيضا قدم هذه الشارة في هذا المهرجان وتكريما أيضا لتكريم التي نالت على سيف الإمارات في مهرجان المرموم وختامي المرموم 2016-2017. شكرا يا أبو حمد على هذا المهرجان وهذا التكريم. نتابع أيها الحفل الكريم انطلاقة موفقة لشوط آخر وهو الشوط الثاني ضمن مجموع أشواطنا المقررة ب 15 شوط في صباح هذا اليوم. الشوط الثاني يتحرك بفئة القعدان والمقدمة. نتابع الصدارة ونتابع البداية ونتابع التحدي. مجد سالم بن مبارك بن قروش العويسي من يقدم لنا مجد بالمركز الأول. المركز الثاني الهمال سلطان بن عبد الله بن قحيد بن ضاحي العميمي من يأتي بالمركز الثاني. والمركز الثالث نشوف اللي في ثالث المراكز. المركز الثالث رقم كم اللي هو الرعد حمد بن سالم من خليفة أبو رويس الاجتبي يقدم لنا الرعد. والمركز الرابع رابع المراكز اللي هو أقول عن الشماع سعيد بن عبيد بطبيعة الاجتبي. والمركز الخامس نشوف المركز الخامس جراح ناصر بن عبد الله الهاشمي. الله 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 يا المقدمة. شوفوا تعالوا 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 عندنا شوفوا التنافس في المقدمة بين العميمي وبين بن قروش. بين العميمي وبين بن قروش التحدي كبير، المنافسة قوية. الله يا راعي الهمال سلطان بن عبد الله بن قحيد بن ضاحي العميمي من يقدم لنا الهمال بالمركز الأول. المركز الثاني بن قروش يتواصل مع مجد سالم بن مبارك بن قروش العويسي يأتي بالمركز الثاني. والثالث والرابع بعيد عنا، اعذرونا خلونا عند المنافسة خلونا اللي يبقى الإذاعة والتصوير أي هنا في دائرة التحدي عند الهمال، عند اللي عمل عمال يخدم الميدان. ما شاء الله. ركز يا العميمي، ركز لا تمن بن قروش. هذا الانسحاب انسحاب وهمي تراه هناك ما ينشط إلا عند الكيلو المتر الأخير، ما ينشط إلا هناك نشاطهم، هناك يبدأ نشاطهم. الله الله. شوف حاول من اليسار ما طاف، حاول من اليمين والمحاولة المباركة نقول. ولا الهمال عندك كلام ثاني؟ ايه يا الهمال سمعني انا موجود هنا. روح حرك يا العميمي. ايوه الهين تبغي من جاسي شده، المضمر اللي حاتي اللوم يوم يبده. الله بن قروش مرة ثانية، تبادل بينهم، خذوا هات العملية الشوط، عطني وبعطيك. 1200 يا مشاهدين. هذا بن قروش، هذا مجد وهذا الهمال في الميدان. رد مرة ثانية. العملية حسابية في النهاية. وين النهاية بتكون في النهاية؟ ما يصح الا الصحيح. منو ترشح يا زرعي؟ واحد والاول يبقي له شوية حركات يا بن قروش. الله العصيب البطان
العصيف البطان ما تحركن، وين الناموس؟ وين الناموس؟ انا اتوقع يعني فوتو فنش، فوتو فنش، متفاهمين الجماعه. الثالث يا الثالث، تعال يا اخوي بعد الحق عليهم، الحق، حرككم 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 ابدا. ولكن عاد مره ثانيه، عاد 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 اللي هو الهمال الهمال الهمال، لكن بن قروش ما يستسلم، ما يستسلم مره ثانيه، مره ثانيه بيعود مره ثانيه. بن قروش يا بعدي، بن قروش يا بعدي، العميمي يا العميمي، بن قحيد يا بن قحيد، بن ضاحي يا بن ضاحي. شوف شوف شوف، هذا روح القعود يعني ما هو بهين، هذا روحه مشاكس، هذا راعي مشاكل، يدور وين يدور، يدور 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 المجد وين؟ اكو مجد قدام عينك، عندك يباريك، يتابعك يتابعك خطوه بخطوه، خطوه بخطوه، يدورك راح عنك، روح عنك روح عنك، روح مجد روح مجد. الهمال انسحب من المعركه، الهمال انسحب من المعركه، ترك الميدان، ترك الميدان لمجد. هذا مثل ما توقعت، مثل ما توقعت. ولكن نقول عاد مره ثانيه، عاد الحبيب الاول يعاد، عاد الحبيب الاول يعاد، يعود ما يعود، تلحق ما تلحق، تلحق ما تلحق. الناموس روح ببن قروش، روح ببن قروش، بن قروش يا بن قروش، سالم يا سالم توصل، سالم سالم يا سالم توصل، سالم مره ثانيه. يعود الهمال، يعود الهمال، ياكل همال يا ابو، والله والله والله، حركه 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 حركه. هو حلو، هو حلو، هو فوتو فنش مثل ما توقعت، مثل ما توقعت، فوتو فنش. وصلوا الجماعه حبايب. منو اللي فاز؟ سبعه. بن قروش الناموس، سالم بن مبارك بن قروش العويسي، تهانينا. الثاني الهمال سلطان بن عبد الله بن قحيد بن ضاحي العميمي. التوقيت كم؟ 6 دقائق 27 ثانيه.